إذن مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام في كل مكان، هكذا هي الانطلاقات، وهكذا هي التحديات، وهكذا هي التنافسات على أرضية ميدان البطحة. ومن لا يعرف ميدان البطحة، من لا يعرف التميز والنجومية، ومن لا يعرف ميدان التميز الذي يقيم فيه هنا المهرجان التاسع ومهرجان الثامن، الله الافطامين، مباشرة المركز الاول في الشوط الثالث للجعدان، الوصول من مزنة ومحمد بن داود التبعي مقدما لمزنة. المركز الثاني التسلل من الشاهينية، سالم بن عبد الله بن دغيميل الجحافي. والمركز الثالث وصلت وتحركت بانطلاقات الشواهين، حمد بن مسلم الجحافي. ورابعا حيث الوثبة، من تتسلل بخطاها مع مضمرها أحمود بن سعيد بن محمد الهديوي مقدما للوثبة، ولكن عودة مع المزنة، عودة مع المزنة، عودة مع مزنة. من تأتي على المركز الأول ومحمد بن داود التبعي، من يقدم لنا مزنة، من تغادر على الصدارة، من ترقص طراب على المركز الأول. لاحظ المضايقات الشاهينية، وسالم بن عبد الله بن غيميل اليحافي من يقدم الشاهينية، الشاهينية ومزنة، ولكن مزنة بأداها بعطاها بنجوميتها بشعارها الرنان. الشاهينية والمضايقات، الشاهينية والتحديات، الأمتار الأخيرة، الأمتار الحرجة، جولة الأوامر، جولة التعليمات. مزنة مزنة مزنة، مشكور مشكور ممثل ميدان البطحة باسمي وباسم الجمهور، محمد بن داود بن سليمان بن سيف التبعي، من يقدم لنا مزنة. المركز الثاني الشاهينية، وسالم بن عبد الله بن غميل اليحافي. والمركز الثالث الوصول من الوثبة، أحمود بن سعيد بن محمد الهديوي. التوقيت الزمني، لحظة وصول مزنة، دقيقتين وستة واحد وسبعين جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن داود بن سليمان بن سيف التبعي، وسلام ميدان البطحة، سلام سلام، تحية واحترام.